أخبار اليوم. نرحب بك في بوابة أخبار اليوم. أهلا بيك وأهلا بأسرة أخبار اليوم كلها. في البداية يعني نجم كروي شهير، إيه سر التحول من الكرة والرياضة إلى المعترك السياسي؟ كرة سياسة طبعا. هو أنا بمارس العمل السياسي منذ ما يقارب 10 سنوات، كنت أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وكان لي تجربة في انتخابات 2010 السابقة اللي 23 يناير، وكان في الحقيقة لي تجربة يعني بعتز بها جدا في ذلك في منطقة الساحل في حي شبرا. وأعتقد أن الانتخابات دي تحديدا أو الدائرة دي تحديدا كان يعني من أسباب احتقان الشارع المصري، وأعتقد أن التعبير عن ما حدث في انتخابات برلمان 2010 هي اللي أدت إلى الاحتقان، وهو اللي أدى بعد ذلك إلى الثورة. وبالتالي يعني كان هناك تواصل بعد هذه الانتخابات في التلاحم مع الشارع المصري. دائرة شبرا تحديدا كان في الحقيقة ليها مواقف ثورية كثيرة جدا من 25 يناير وصولا ل 30 يونيو. وعايزين نقول ان ليس هناك، عايز اقول ان كل مناحي الحياة مرتبطة ببعض، هي مرتبطة بالوطن، الرياضة، الشارع المصري، الظروف السياسة كلها زي ما بيقولوا وطن واحد.